أهلا بكم في قناتنا قناة الفن لكل جديد في عالم النجوم والمشاهير. قبل متابعة الفيديو لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد من قناتنا. أبرز محطات في حياة الفنان السوري ماكسيم خليل من زواج وطلاق وخيانة وهجرة ومعلومات أخرى لا تعرفها عنه. يعتبر الممثل السوري ماكسيم خليل من أكثر الممثلين الذين تحبهم الكاميرا جمالاً وأداءً. ماكسيم هاني خليل ولد في 7 كانون الأول عام 1978 في حمص في سوريا. عمره حالياً في العام 2020 هو 41 عاماً. برجه الفلكي هو برج القوس. طول ماكسيم خليل 175 سنتيمتر. الديانة مسيحي. والده هو هاني خليل، كان محلل سياسي وعسكري ولديه العديد من المحاضرات والمنشورات، وتوفي في العام 1997. أما والدته فهي ستيلا تومولوفيتش، روسية الجنسية وخبيرة مكياج ومصممة أزياء. ماكسيم خليل في مرحلة الطفولة. وفي العام 2017 تعرض ماكسيم لانتقادات عديدة، وذلك بعد أن انتشرت العديد من الأخبار في الصحف أنه ترك والدته في دار المسنين. وعلق ماكسيم على الأمر بأن الأمور لا تقاس كما يتم الحديث عنها، في إشارة إلى عدم تصديق كل ما يدور على مواقع التواصل الاجتماعي. ماكسيم خليل حصل على الجنسية الروسية إضافة إلى الجنسية السورية. درس ماكسيم في مدرسة دار السلام فرانسيسكان المرحلة الابتدائية، ثم أكمل الإعدادية والثانوية في مدرسة اللايك. وأنهى ماكسيم دراسته في رقص البالي عام 1999 بعد أن قدم العديد من الأعمال الراقصة، كان آخرها كسرة البندق لتشايكوفسكي. حيث أنه درس البالي لمدة 10 سنوات، وكان الشاب الوحيد في الدفعة الأولى لتأسيس معهد البالي في دمشق عام 1988. ماكسيم خليل مع ابنه هاني. ثم أصبح ماكسيم لاعبا في نادي الجيش لكرة السلة من مرحلة الأشبال وحتى مرحلة الرجال. تزوج ماكسيم خليل في عمر صغير في العام 1998 من الممثلة السورية يارا خليل، لكنهما انفصلا في العام 2003 ولديهما ولد اسمه هاني. ماكسيم وجد نفسه أمام مسؤوليات كبيرة بعد الزواج والإنجاب، فلم يستطع تحملها ولذلك قرر الانفصال. فزواجه الأول كان نتيجة وفاة والده الذي ترك فراغا كبيرا لديه وتفككت وحدة عائلته،
لذلك تصور ماكسيم أنه قد يقيم كيانا عائليا متكاملا بالزواج. وفي برنامج الخزنة اعترف ماكسيم خليل أنه خان زوجته الأولى ابنة عمه الفنانة يارا خليل قبل أن تفعلها هي. مبررا ذلك بأن زواجهما كان غلطة حيث كانا صغيرين في السن حينما تزوجا. حيث كانت هناك عدة محاولات للصلح لكنها باءت بالفشل، وأكد ماكسيم أن ابنه هاني أفضل ما في هذه التجربة. وتزوج ماكسيم خليل للمرة الثانية في العام 2004 من الممثلة السورية سوسن رشيد والتي تحمل الجنسية الروسية. ورزق ماكسيم خليل وسوسن رشيد بولدين هما جاد ولوكاس. ماكسيم خليل مع أبنائه الثلاثة. وقدم ماكسيم خليل أداء صوتي في مسلسل الرسوم المتحركة كونان الجزء الثاني بدور اللص الطائر. ماكسيم خليل مع ابنه الصغير لوكاس. وفي مارس عام 2014 أعلن ماكسيم خليل دعمه للثورة السورية، حيث كان من أوائل الفنانين الذين أعلن دعمهم للثورة السورية. ماكسيم خليل مع ابنه جاد. وذكر ماكسيم بأنه صدر مذكرتي اعتقال بحقه، الأولى صادرة عن الاستخبارات العامة بينما الثانية صادرة عن الأمن السياسي بسوريا. وأكد ماكسيم بأنه تعرض للضرب في لبنان بسبب موقفه السياسي، وذلك من قبل موالين لأحد الأحزاب اللبنانية المؤيدة للأسد. ويقيم ماكسيم خليل حالياً مع زوجته سوسن رشيد في فرنسا. انطلاقته الفنية كانت في العام 1998 حيث عمل ماكسيم كمساعد مخرج لمدة سنتين، وكان في هذه المرحلة يقوم بأداء أدوار صغيرة. وتفرغ ماكسيم للتمثيل منذ العام 2000 وبدأ مشواره الفني وحقق انتشار ناجح وواسع من خلال مشاركته بعدد كبير من المسلسلات. ولماكسيم أيضا حصة في الشاشة الفضية، حيث أنه شارك في عدد من الأفلام وهم يوم صدور الحكم وفيلم الغرباء، فيلم سهاد وصديقي الأخير. وخاض ماكسيم خليل مجال تقديم البرامج في العام 2017 من خلال برنامج قعدة رجالة. ماكسيم في دبلجة المسلسلات التركية، وذلك في المسلسل التركي الشهير نور، حيث أدى بصوته دور مهند شادوغلو.